قرأت مقال لأحد العلماء أن المأمور بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال المقدسات أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هو فيه من اعتداء، فما رأيكم في هذا؟ أجيبونا حياكم الله. طيب، قرأت مقال لأحد العلماء أن المأمور بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال المقدسات أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هو فيه من اعتداء. أو لا بد من الالتحاق بالمعاني أجيبونا جزاكم الله خير. التوجه الديني لكم بأنواع الأسلام والطرق. التوجه الحق في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك وما أباح لك وتكون على بصيرة في دينك في كتاب الله وسنة رسوله سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العالمين أو في بيته في أبواب الشيخ أو في المسجد أو في مدرسة أو في جبل أو تحت شجرة في أي مكان. التفقه في دين الله المقصود هو التفقه في كتاب وسنه في اي مكان وعلى اي علم من عرف الحق وغيره من العلم والدين والايمان.